في بداية المشكلة أنا بادرت في بداية المشكلة. أنا كنت في المغرب، وزير مقيم قاعد في المغرب. صحيح. ودرت مذكرة للأخ معمر وقلت له هذه أزمة كبيرة وخطيرة، لأن مع دول نووية وعظمى، وهذه تبي، واقترحت عليه تشكيل خلية أزمة برئاسته وبعض الوزراء السيادة. نعم. ودرت له حتى دراسة، أصحابته بدراسة كيفية معالجة الأزمات الكبرى، بحث عن كيفية معالجة الأزمة. تمام. بعد تلي بعد شوي فوجئت أن دار قرار من أمانة المؤتمر الشعبي العام بتشكيل لجنة لوكربي، سموها لجنة لوكربي، برئاسة المرحوم عمر المنتصر وكان وزير اقتصاد، وعضوية محمد الزويه وهو سفير في المغرب، وعضوية عبد العاطي وهو سفير في تونس، عبد العاطي العبيدي ورئيس المخابرات، أي رئيس وعضو أربعة. قالوا لجنة الكربية. مشيت له، قلت له بشكي أنا اللي بعت ليك أنك أنت هذه أزمة مش بتاع مش أزمة يعني حاجة دبلوماسية بسيطة وكذا، هذه أزمة خطيرة، أمريكا وبريطانيا وفرنسا. فالمفروض قال لي لا خلاص أنتم كفاية. كفاية. بدينا أول حاجة حطينا أجندة كيف نبدو نشتغلوا، أننا نحاول الاتصال بهذه الدول. البريطانيين على وجه التحديد يعني. البريطانيين لأنهم أسهل، لأن عادة البريطانيين يعني في الوحدات السياسية مرنين في الأمريكان صعبين، لما يقولوا لا ما فيش ولا موظف أمريكي دار القرار، ما فيش موظف أمريكي يجلس مع موظف ليبي، فوتتنا صعوبة. فقعدوا عاد شوية نصابين يجوا من هنا، إكس سنترز، نواب، انظر شنو، أفاقين من جميع أنحاء الدنيا، كل واحد جايب كذا شايب أمريكي وهاودهم يعرفوا كذا. الأمريكان طبعا عندهم ميزة، كل ما يجوا نجلس معهم، غالبا نجلس معهم أنا وعبد العاطي، فنسألهم هل عندكم استطاعة تساعدونا على أن نتحاور مع المسؤولين الأمريكان؟ يقولوا لا. حلوا مشكلة الكربي وإحنا نديروكم. طيب بس أنتوا كنتوا عم تتعاطوا مع الملف على أنه أنتوا عاملينه ولا على شو؟ على أي أساس؟ لا، هو الوثائق طبعا، كل الوثائق عندنا والتحقيقات الأمريكية والإنجليزية إنها فيها شبه استحالة أن ليبيا تقوم بهذا العمل، عمل متقن من درجة خاصة لا تقوم به إلا يا إما جهة متخصصة يا إما دولة عظمى. يعني من الذي أراد ألصاق التهمة بليبيا؟ أو نقول لك ليش أذكر، هو في البداية حققوا في موضوع مالطا والشنطة من مالطا وكذا، ولكن صرفوا النظر، قالوا ما فيش أدلة. مشوا حققوا في ألمانيا وحققوا في لبنان، واتجهوا أكثر إلى إيران، اتهام إيران لأنها كانت فيها الطائرة بتاع الحجاج قريبة اللي ضربتها البارجة الأمريكية في الخليج، وأمريكان هاو إنه الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر والكلام هذا، فكان إشارة الاستفهام أكثر على إيران. بعدها مجرد صدفة فيه موظف صغير يشتغل في الخطوط الليبية في مالطا، معاه شخص أحد الاثنين اللي اتهموا اسمه فحيمة، هذا يشتغل معاه يعني موظف بسيط. الموظف البسيط هذا تمت مدته، المفروض يرجع حسب
القوانين. الظاهر واعدين جماعة كانوا يجوا لمالطا ويسهروا عنده، ومتزوج مالطية وظهر يسهروا عنده ويرتب لهم في الأمور وكذا، فوعدوه أن بعد تم مدة يديروا له شركة باش يقعد في مالطا. تمت مدته، مشى لهم لطرابلس، ما استقبلوش كويس، طردوه. فرجع حكى لي نسيب المالطي أب زوجته، قالوا لا وده كذا. قال لي اسمع، امشي انت مش كنت تشتغل في الخطوط، امشي للسفاره الامريكيه وقولهم انا نعرف اللي فجروا لكم. مشى السفاره الامريكيه وقالوا انا نعرف اللي فجروا، انتقاما من هؤلاء الذين انتقاما من هؤلاء. قال هم في حيمه والبحر. شنو الدليل؟ قال انا شفت كميه من المفرقعات يسموها جلاطينه ضخمه في درج مكتب في حيمه في المطار. طبعا هذه من الاول كذبه، يعني زي ما يقولوا كذبه تمشي على رجلين، كذبه يعني واحد في المطار انت عارف الكشاك بتاع الخطوط بيدير مفرقعات في مكتبه في المطار، يعني جنون. فالأمريكان لما وصلتهم المعلومة عطوها للأمريكان. الأمريكان داروا تحقيق، اللي ساهم في الكذبة هذه كذا هي مؤامرة، يعني ساهم فيها الإنجليز. الإنجليز في تاجر مالطي، تاجر مالطي قالوا يبيع في الجينز والبدلات، قالوا هو اللي بايع سروال الجينز اللي يقوف أتاره في الراديو اللي فيه القنبلة. الرجل هذا اسمه غوتشي هذا حققوا معاه وجابوا له الصور، فجابوا له الصور المقرحي وفحيمة وآخرين. أكثر من مرة جيه تحقيق يشير إلى أن اللي شرى منه واحد كان تابع لواحدة من المنظمات الفلسطينية فلسطين، فيقولهم هذا. الإنجليز بطريقة الدهاء الإنجليزي خدوه لسكوتلندا، يعني دعوه لسكوتلندا واستضافوه وقالوا له نبو تغيير الفكرة، وروه صورة عبد الباسط المقرحي. أيه. قول هدي هذا هذاك انساه، قول هذا هذاك اللي انساه جماعة أبو نضال، تهيألي بجماعة أبو نضال أو أحمد جبريل أو حد أو أحمد جبريل. فقالوا له قول هذا، غير الشهادة. ليش يعني؟ حتى يلصقوها بليبيا؟ حتى يلصقوها بليبيا. لأن بدليل احنا شفنا في المحكمة، لما جاء في المحكمة أهالي الضحايا نفسهم الإنجليز والأمريكان ما اقتنعوش بقول الدعاء العام أن فيه أدلة تثبت أن ليبيا. لكن ليش سلمتوا المقرحي؟ سلمنا، احنا كنا تحت حصار.